الأستاذ محمد طلعت بيقول حكم الأغاني. والله إحنا أجبنا عن هذه المسألة كثيرا قبل ذلك، وقلنا إن الغناء كلام، وإن الكلام حلاله حلال وحرامه حرام. فإن كان هذا الغناء فيه إثارة للشهوات وفيه تحريك للأمور النفسية التي تدفع الإنسان إلى المعصية، وفيه إخراج الإنسان عن سمته المعتاد من أن يكون هادئ النفس إلى إنسان مختلف من حيث الأفعال والتصرفات ونحو ذلك، يعني الغناء يؤثر في الإنسان تأثير يجعله غير متزن، فإن هذا يكون حرام. ولو كان هذا الغناء به كلام له معان، هذه المعاني رائقة، معاني مقبولة، فيها سمو للمشاعر ورقي للأحاسيس، وتحبب الناس في الخير، أو تدعوهم إلى الرشد، أو تنبههم على معاني قلبية، فإن هذا يكون جائز. وشوقي يقول، وكما غنت ذلك السيدة أم كلثوم، يقول: أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، وما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا، مدحت المالكين فزدت شرفا، فحين مدحتك اجتزت السحابة. حين أسمع هذا الكلام فأحب سيدنا رسول الله، ويحب الناس سيدنا رسول الله، ويزدادون حبا له. فهذه معان جميلة لا يناسب أن تحرم، بل بالعكس هذه ربما كانت مستحبة. فإذا في هذه الحالة الغناء جائز سماعه ولا شيء فيه، ومثله ما كان فيه فائدة من رقي للمشاعر، ومن نضوج للأحاسيس، ومن إحساس بالانفعالات الإنسانية، كل ذلك جائز لا شيء فيه.